حرص الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيه عبر حسابه على انستغرام صور جديدة من إحيائه حفل غنائي في الغردقة في أول أيام عيد الفطر المبارك. ظهر عمرو دياب في الحفل بإطلالة كاجوال وشبابية كعادته، حيث ارتدى بنطلون جينز مع تي شيرت باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات. نسق عمرو دياب مع إطلالته قميص نصف كم، اتسم بأنه جمع بين اللون الأسود والمزين بالنقوشات البيضاء، مما زاد من أناقته ونالت إطلالته إعجاب متابعيه. وقد حمل قميص عمرو دياب في حفل الغردقة توقيع دار الأزياء إليت سانت فيما بلغ سعره 192 دولار، أي ما يقارب 9000 جنيه مصري.